مدبولي يعلن عن ثورة الرئيس السيسي للنهوض بالاستثمار ودعم القطاع الخاص، خطة متقنة ومهمة بتسعى مصر لتنفيذها في الوقت الحالي للنهوض بالاستثمار ودعم القطاع الخاص، واللي بيقودها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واللي أعلن من فترة قرارات مهمة باعتباره رئيس المجلس الأعلى للاستثمار. الجهود دي تم البدء في تنفيذها من خلال مجموعة من القرارات المهمة واللي وجه الرئيس بتنفيذها، واللي أعلن عنها رئيس الوزراء النهاردة، واللي منها إنه تم إعفاء المستثمر من 100% من مقابل حق الانتفاع لمدة 10 سنين عند تنفيذ المشروع، يعني تقدر دلوقتي تاخد أرض من الدولة بحق الانتفاع وتعمل المشروع وما تدفعش مليم على حق الانتفاع ده لمدة 10 سنين. ده غير القرار المهم والمتعلق بأن الدولة هتتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروعات للمرافق لمدة 10 سنين بحد أقصى بمجرد أن يتم تشغيل المشروع. الأهم كمان هو إصدار الرخصة الذهبية واللي بتنسب تماماً أي حاجة بتتعلق بالبيروقراطية أو الروتين، وهتروح مجلس الوزراء تاخد الرخصة وتنفذ مشروعات مباشرة. نيجي بقى الأهم حاجة، وهو إن الحكومة خصصت مبلغ مقداره 10 مليار دولار علشان تدعم ملف الصادرات وتقلل الفجوة بين الصادرات والواردات.